أنا حياكم الله. أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن وأبدا لن تخرج من العراق على الأقل بهذه الصيغة، بهذه الصيغة التي تبدو فيها وهي مكسورة أو مهزومة أو متأطئة لقوة ميليشياوية تعلم جيدا أن من يدعمها سابقا ويدعمها حاليا بطريقة ربما يعني حيوية جدا لمواجهة هذه القوات الأمريكية أو لإزعاجها على أقل تقدير هي إيران. لذلك الموضوع ربما يتعلق بنواحي عديدة. الولايات المتحدة تحاول أن تضغط أيضا في جانب الاتفاق النووي حتى تستطيع بعض الشيء، تحييد إيران عن التعامل مع الميليشيات كقوة ضاربة أو كقوة مقاتلة في الظل نيابة عن إيران للقوات الأمريكية. الأمريكان لن ينسحبوا، لكن أيضا لن يتحملوا الكثير من الضربات، وأعتقد أن إيران لديها خطط كبيرة جدا في موضوع الطائرات المسيرة، وقد نجحت فيها بشكل متميز في اليمن. زودت الحوثيين بأنواع وكميات وصلت إلى مئات الكيلومترات وضربت أهدافها بدقة، واليوم أيضا لدينا تجارب، يعني الولايات المتحدة، قوات الولايات المتحدة خلال السنة والنصف الماضية تعرضت إلى أكثر من 300 اعتداء، سواء كان بصواريخ أو بطيارات مسيرة أو بعمليات ربما اعتراض على الطرق الرئيسة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تقلل قطاعاتها وتستبدلها بتكنولوجيا متطورة، لكن لا يمكن أن تلغي وجود هذه القطاعات، خاصة وأن العراق لا يمثل فقط ردعا لإيران، وإنما يمثل نقطة تحول جوهرية في ميزان القوى الاستراتيجية الأمريكية اتجاه بقية القوى العالمية التي ربما تسعى بشكل حثيث للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وتبوء مراكز مهمة لاستثمار هذا الموقع الحيوي في العالم، والذي ربما يكاد يكون الآن أكثر أهمية مما مضى.